كده يا حبايب قلبي، انا حبيت اوريكم الطريقه بتاعت الفراخ اللي انت طلبتوها مني. الفراخ اهي، بس مش قادره اقول لكم والله العظيم على جمالها، مش هتبطلي بجد تعمليها بالطريقه دي. يلا قومي اعمليها وتشجعي، وهتعجبك وهتعجب اولادك وجوزك ان شاء الله. والطريقه على شطاره في المطبخ زي ما احنا متفقين، هسيبها لك في اول تعليق مثبت. بصي الفراخ وجمالها، والله انا عملتها عشان انتوا طلبتوها مني. يلا يا حبايب قلبي، يلا بقى بينا على التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ احنا جايين بتحدي جديد ويا رب يعجبكم. الطريقة مستني مولود ازيكم. طيب ماشي، ازيكم عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ انا زعلان منكم شوية. فين اللايكات؟ فين التشجيع؟ فين أي حاجة؟ الست بتتعب. شجعوني كده زي احمد ما بيشجعني، عملي لايكات شجعوني، اصل احمد على طول مشجعني. اي خدمة. الطريقه بقى ديت، الفراخ اهي اللي انتوا طلبتوها مني، ما فيش حد بيقول لي فراخ تاني مش فراخ تاني. والله انا كنت هعمل سمك وطلعت السمك على السيل، هعمل سمك. وفي بس حد كان باعت لي اللي طريقه البانيه، قلت له اعمليها، وقلت له اعملوا الطريقه، خشوا شوفوها بقى واعملوا لايكات وشجعوني على شطاره عشان اعمل لكم حاجات كتير. شالت حق بصراحة، أم سمير بتعمل الفراخ ديت بالطريقة ديت حاجة تحفة. البتاع الأصفر ده كاري وين؟ كركم. كركم وكاري باين، أو كاري وكركم مش عارف، بس ايه هو تحفة الاتنين؟ تحفة. أم الاتنين واحد؟ لا كركم وكاري، أو كاري وكركم معرفش. ما أنا معرفش أنا واحد فيهم، أنت حاطة إيه؟ لا بس حتى الاتنين تحفة، أنا بحب أوي 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 الطريقة دي. حتى إخواتي، جميلة. أما أخويا بيجي عندي يقول لا خليها تعملها بالطريقة الصفرا، مسميها الطريقة الصفرا، بحبها أوي. هي بتبقى جميلة جدا والله العظيم، في أي عزومات لا هتشرفك وشكلها، جدا. شكلها تحفة. بص من هنا شكلها عامل ازاي، من هنا ازاي، ومن هنا ازاي. لا انا بحب حتى الشكل ده، اللون ايه مش عاجبك؟ يا انت يا عمال قلبات، شجعوني بالله عليكم، ما تنسونا في اللايف، بالله عليكم بالله عليكم شجعونا. بالله عليك انت جوعتيني. ونفسي بقى في 50، يعني 50 مشترك. هو المفروض القناة تبقى أكبر من كده بكتير، 50 بس مشترك ولا يلا 50 ايه؟ 50 مشترك. اطلعوا انا بقولك 50,000 مش 50 مشترك بس. وان شاء الله هنعمل لكم بقى عقبات جامده. لا هو مظبطه النهارده، عامله طحينه وبتاع، طحينه بقى وشطه وكده بقى وكده حركات، مش عارفه اميلها عشان دي هتنزل غالبا يعني. وحركات وشيبسي بقى وخيار وطماطم وايه. يلا احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وفلفل. عليكم. بصوا بقى، بص احنا بناكل بعيش الفراخ، انتوا مش عايزين تاكلوها بعيش، ما تاكلوهاش بعيش. اصل في ناس بتقول لي يا في حد ياكل الفراخ بالعيش؟ يعني مش فاهمه، احنا بنحبها بالعيش، كلها انتوا من غير عيش ماشي. مش حد بالله عليك يقول لي فراخ تاني، عشان والله والله غصب عني انا عامله الفراخ دي عشان الناس طلبت مني الطريقه، وانا عامله لكم الطريقه عشان طرف المطبخ واول تعليق مسابقه بقى. يلا عشان ياكل شفتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز عيش؟ هنبدأ في الأكل. عاوز عيش؟ أنا جايبة عيش بيت. لا أنا بحب العيش الصبح. أنا جايبة بيت. لا أنا قبل الفراخ لازم نقول طحينة. لا الطحينة شكلها تحفة. شكلها. طعمها. تسلم إيدي. حلوة؟ حلو. شرفني كده على طول. شجعني. الفرخة دي برقبتين؟ طب هو يا جدعان عشان هو برقبتين صح؟ انت تديني الجنيه. لا هات يا حبيبي المراقبة عشان عايزة واحدة برقبة. لا خلاص انا عايز الجنيه. خد الجنيه اهو. طب خدي رقبة يا ستي. خد الجنيه اهو. انا اصيلة ازاي؟ جنيه اهو. بس انا بحب الرقبة صراحة. خدي رقبة كمان ايه؟ خدي. لا خدي مش عاوزة، خدي رقبة. خلاص كلها. انا قطعتها لك ايه؟ من جوه بقى ايه من الشربال بتاع الاصفر دوت، مش فاكر اسمه ايه، عجبنا اهو. كركم. ايوه هو ده. لا كده انا محتاج طبق.
لا ايه حط في العظم ده، خد له حته جنبك كده. عاوزة تكسب عشان هي ايه مش عاملة في دماغها موضوع العقاب. هعمل لكم عقبات جامدة وهنشعل القمر. هعمل له عقاب بس يا رب انا اكسب، بس ما يكسبنيش هو. مش كده، ما بركزش، ما بحطش دماغي في العقاب. فاصل انا لما بتكسب، اما انا بكسب على طول زي ما انتم متعودين الحمد لله. عايز صوتك عشان انا ما بقاش عارف اعمل معاها ايه. هو موضوع العقاب صراحة بيحير شوية، طب مش عارفين نعمل ايه. احنا مش بنحب نقلد يعني، فمش عارفين، بنبقى بنقعد نفكر كتير قوي نعمل ايه. وهي متابعة بقى، قاعدة فاضية طول النهار، فبتقعد تتفرج وتشوف عقبات الناس بتعمل ايه. لسه بقول لكم دلوقتي انا بحب اشوف حد اعمل زيه. لا وهي قاعدة متابعة وبتشوف. لا مش قصدي يعني، انت بتشوفي ايه اللي بيتعمل اللي ما بيتعملش، انما انا ما اعرفش. هو انت مش راجل مش فاضي يا عيني؟ اه بلعب راجل اللعبه مش فاضي. بتاعتي على الموبايل. بلعب اللعبه لما نايم، راجل مش فاضي. سالي هو اللي بيفتح، قاعد بس انت وبنت حل. وانا كنت عايزه اعمل رومي، ادور لكم عليه. اما ادور على الرومي ما بينزلش، مش عارفه ليه. رومي بيطلع اليومين دول. يعني ايه رومي بيطلع اليومين دول؟ ما بينزلش. لا ما بينزلش البياعين. فين البياعين؟ الزهم اهو تقفش عليا صح؟ وانا انا جبت الفلفل بصراحة ربنا، بس خايف اكل. ما بموتش الحلاق. الفلفل ده مش عارف ما بيحرقش ليه في الاخر. عشان تكمل الورق في الاول تحس انت خلاص بسرعه. انا حتى نفس الورق اكتر، وهو الصدور انا ما بحبش الصدور. ولا من دي الصدر بيبقى تقيل، فالواحد بيحس ان هو بياكله كتير. علي نعمل قاعدة جنبه ما سمعت. صدر لحمته كتير، فالواحد بيحس ان هو بياكله في وقت كتير. انما لو يا دوب تدخله ورد يطلع عضم، ما بيبقاش في حاجة. يا سلام. امال اه كل احمد فينا بكل المناديل لزقت في ايدي. قومي تشجعي بقى، يلا شوفي الطريقة قومي اعمليها. بس أسهل منها مفيش.
معلش والله انا برد عليكم في التعليقات متاخره علشان ببقى اول ما انزل الفيديو ببقى فاضي في المطبخ بعمل اكل. معلش ارد عليك. طلع في المطبخ بصراحه. يا ريت تشجعوني بقى والنبي وتعملوا لايكم وتشوفوا الشطاره في المطبخ. انا كنت بصور الاكل والله، بس لما انتوا طلبتوا بقيت اصور لكم الاكل. فيا ريت بقى تشجعوني عشان نفسي تتفتح كده اعمل لكم حاجات حلوه. لا شجعوه النبي عشان تروق عليه. على فكره انا مروقه عليه على طول. النهارده الاثنين الحلاق قافل، شكلي انا اللي هقوم بالواجب. تعمل حل حلاق؟ هجيب المكنه واشيل. ولا لو عملتيها لأي ضيف دخلت ده انا وياها المرة دي عايزة تكسب. ازاي بس اقول يا رب؟ رب ما تكسبيش في الأكل. في الأكل عشان محدش يشوف حاجة. السدر ده بيقف في زوي، ما بحبش السدر ابدا. ايوه انا عرفتي. طب انت عشان بتحبه عادي بالنسبه لك. لا انا بقول لك انت بتخلصي بسرعه في الاول عشان بتبداي من الاوراق. ايوه. عايزين نقول لكم اصلا ان التحدي على فرخه وفرخه. ما تعرف اخر خمس حاجات كده بسرعة عشان الفيديو هيطول. لغاية ما بجري بقى شوية. بس انسحب. ها؟ بس انسحب. انسحب. عايز تستحلف فيها دي مع ان لما بخسر ما بعملش فيها حاجه رخمه يعني. يا احمد والله بيشتكوا من صوتك. انا مش عارفه والله اقول له ايه تاني. لما بكسب ما بعملش فيها عقاب رخم. هي بتقعد تفكر وايه والتكتيك عشان ايه. اما تكسب بقى ان شاء الله تبقى تشوف هتعمل ايه. مش هاخد انا كنتين اصلا. براحتك زي الفل. ارخم منه مفت. عايزة تشوفها. لسه مشجعكم بقول انتوا بتقفوا في المطبخ ومش عارف ايه. مش عارف ايه. انت بتقول الصوت واطي بس انا بشوفه على التليفون عالي. مش واطي ولا حاجة. مش عارفة واطي ازاي. خفيفة عالي جدا. اللي بيقولي الصوت واطي المشكلة عنده هو في التليفون. صوت التليفون بتاعه صوت واطي. سلمى ما شاء الله بتضحك. سمير بيلعب. الضحكة النايصة. ايه والنبي ما قدك كل دي. الف هنا قومي عشان متعبيه. انت يا احمد بقى
انسحب مال خلاص ليه اقوم اقوم جعان انسحب ده حتى نشيل الزمن اقوم جعان كل شيء سيسح نشي أنا أولوك التاني أنا بدل جد كتير كده سمير مش عارف هو وسلمى عمال يضحك شوف كم دقيقة يا ابني شوف كم دقيقة لازم نطول الفيديو على الناس 17 تمام قوي كده انا انسحبت يا احمد انسحبت خلاص بقى 18 طب ممكن اسالك سؤال اتفضل زي ما قلت انت كنت هتعملها قوي تعمل طب ايه والله لو كنت لقيت مكان حلاقه وقوم وقفت مكنه كنت هحلق له نص شنب ونص دقن وسيب له الباقي لما يروح الحلاق والله كنت احلله بصوا الحته دي كده من الشنب واحلله حته من الدقن كنت اسيبه على كده ايوه طب ما انا اقوم اعملها دلوقتي اقوم احلقها في حوضي هتشيل لي ايه هتلعب بيه محلقمة وبيبكى كمان كنت اجيب ميه ميه واحط فيها تلج وخليه يحط فيها وشه بتاعها دقيقتين ثلاثة دي مش مشكلة ورجع خلاص فكرة كمان هعمل دقيق بمية وكنت هعجن له وشه كله بجد ليه كده؟ اه والله شفت الافتراء عشان انا كده غلبان بس للأسف مع اني والله ايوه حتتين حتة لا حتة وحتة صغنونة وانا حتتين لا ده انا يعتبر حتة خلصت خالص حتة ونص ورد لا انا خلصت يا طبعا احمد حتة غير الشيبس طعمه جميل قلت انا ما تركزيش في حاجة تانية ما تركزيش في حاجة تانية ثانية واحدة كده معلش مناديل طب عشان ما نطولش عليكم هنقفل ونرجع لكم لاخوكم لا لا ما هنقفل ليه؟ احنا قاعدين احنا قاعدين هتعمل ايه؟ هقول لك انا طب قول يلا عشان ده ما الاستوديو ما يطولش اقفل يا ياسين لا استنى ايه استنى هتعمل ايه؟ شوف دي مسكت دي غمسي من هنا ايه اللي انت بتقول؟ غمسي بس ده ثانية وبعدين اعمل ايه؟ مفيش انا عاوز اكلها لك؟ انا عاوز رسمة وشك في الطبق ده وش بوشك ولا بزلي كده يا سلام انت كنت عاوز تبوظي وشي اهو يعني مثلا انا امسك انا والطع انا في وشي انا اعمل عقاب لنفسي مش فاهم لا انا اعمل انا براحتي احمد ده مخترع مخترع بس والله العظيم طب اعمل لي كده اهو هتعمل لي ايه؟ مفيش انسى ده في وشي طب يلا حط وشك فيه احط وشي ايه ده بس في شطه والله العظيم ايوه ماشي ما تحطيش عند ايه يا سلام اعمل ايه يعني يلا لا هتبوظ الطحينة بسرعة عاوز رسمة وشك خد يا عم بايدك وحط لي لا علشان لا احط لي لا خد بعيش وحط لي طب انا علشان حرام الطحينة نرميها اه انا كده بقول لي خد لو ما انت ما رضيتيش هو انا هاخد ولا انا الطحينة واقول لك خلاص افتح في وشي ولا اخدها وافتحها في وشك خلاص لا يا ستي ولا يهمك يا خسر طبعا يا خرابي طب الشطة حراقة والله بعدت عن الشطة اوف طب استنى طب استنى يا احمد لا يا احمد ما تحطش تاني اختم اختم بسرعة اختم اختم عشان وشك يحرقك والله العظيم انا في دماغي الحاجات دي خالص هي اللي بتنوي نية وبتقع فيها يا لهوي تاني يما على مناخير يعني شايفين شاهدين شاهدين هي ده اللي بتتعود تعمل ايه شقة والله العظيم اكسبك بقى واحسك عينك بقى يا احمد تقول لي انا مش هعمل عقوب ولو طلبت منك ايه هوقفك تحت الدش كده واشغل ميه مولعه اسلخك يا اما وهي ساقعه تلجك
يعني انا على الطحينه وفضل على الرقم ميه سخنه اسلخها. لا انت عاوزه ايه؟ خد استنى. خلاص كفايه كفايه. كفايه ايه؟ انت دوش الكل. خلاص استنى استنى اوعي بس اهو. والله مش الكل. عملني زي ام سحلول. ام سحلول ايه؟ انت عمل ماشي. وكده يا حبايب قلبي احنا خلصنا التحدي. ما قلتش الطحين عشان محدش يقول لي حرام عليك. والله انا بتضايق قوي من حرام عليك دي. شوف الفيديوهات اللي جايه والعقوبات اللي انا هعملها فيه ان شاء الله. ده لو كذبت. لا هكسب والله العظيم، هبقى متشجعه عشان بقى في عقاب، هبقى متشجعه وهكسب. لا هبقى متشجعه يا احمد، هتشجع وهكسب واللي هعمله فيك بقى استحمله. اشربوا بريل. وبصوا عمل ايه؟ اشربوا بريل. اشرب طيب. بقولك بريل مش هزهق. ماشي؟ استنونا بقى فيديوهات جامده كتير، واللي كان محتاج الطريقه وحبايب قلبي يا رب يا رب اللي بيحبوني خشوا شوفوا قناه الشطاره في المطبخ وشوفوا الاكل بتاعي، عشان بجد نفسي ابقى شيف. نفسي ابقى شيف وعندي مطعم. يا ربنا يا رب يحقق احلامنا كلنا يا رب، كل اللي ليه حلم ربنا يحققه بجد. يا لو بقيت شيف بجد. لا بجد بتعرف تطبخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله. مش حد يكتشفني. انا هكتشف. بس القصه بقى اللي هي ايه، بتتكلم في شيف ومطعم وكلام من ده، هي اساسا يعني مع الاولاد ما شاء الله اليوم اللي بتعمل فيه اكل بيبقى يوم صعب جدا، عشان بتبقى الولاد. انا لما باجي بدري بصراحه ربنا يكون في عونه، انا دماغي في نص ساعه ما شاء الله بيخليني بحس ان انا براسين مش من التنطيط ما شاء الله والشاوه. بس ما فيش بقى مدارس ولا دروس ولا اي حاجه، في بقى دوشه وخناقات وايه وضرب في بعض وصلاه الفجر. لسه من شويه استاذ ياسين اللي كان بيحب المدرسه ويحب يروح بيقول لي ايه، يا سلام بقى لو قفلوا المدارس بقى من الكورونا محدش يروح تاني. قول له يا ياسين انت كنت شاطر. لا عشان خد على قعده البيت. حب قعده البيت المعلم. ولعب الكوره بقى على الكمبيوتر والحاجات دي. بس قعد بمسح في وشي ساعتين، يلا يا حبيب قلبي عشان وشي يكني اللي في الشطه فيها كتير. والله انا جايبك من بره الشطه. طب يلا يا حبيب قلبي بالله عليكم بالله عليكم تدعمونا في القناه وتعملوا لنا لايكات كتير 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 كتير، ولو العقاب عجبكم قولوا لنا احنا نعمل حاجات اقوى ان شاء الله، وهعمل حاجات والله العظيم هتخليكم بصوا بقى على نفسكم الضحك، هعمل لكم حاجات جامده بس ان شاء الله، بس تقولوا لي ان انا اكسبه. ده قول هدول. هدول ماشي يا حبايب قلبي، يا ريت ما تنسوناش بالله عليك. قول لهم اي حاجه. مش هتطولي. انا هطول. اصل انا بحبكم قوي، ما بحبش اقوم من قدام الكاميرا. فحلو قوي كده. يبقى كام يا ياسين؟ 25. لا ما نفس الكلمتين بتاع كل مره. انا نفس الكلمتين بجد، هي بتتعب جدا جدا في المطبخ. فبجد اللايك دوت بيحس اللي هو ايه، تعبها ما راحش فاضي. على الفاضي بس. يا ريت. يا ريت يا حبايب قلبي. وخش شوف صداقه في المطبخ. ده في صينيه؟ طلب المطبخ ان شاء الله تعجبكم، شجعوني فيها علشان بقى تطور في المطبخ. انا كان نفسي من زمان قوي القناه بتاعتي ما تيجي تعلى تعلى بالمطبخ، ما تعلاش بالتحديات، تعلى بالطبخ بتاعي اللي الناس كلها تشوف والناس كلها تبقى عارفه انا بطبخ ايه، زي شيف بروك كده. قصدي شيف بروك. اول حد تكتشفني. يلا يا حبايب قلبي بقى، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك وفي اللايك. انا هقوم مبروك عليها دلوقتي. اقفل يا ابني اقفل اقفل.